الشرفاء يدينون ويرفضون هذه التصرفات. ده ايام احداث بورسعيد لما مات العشرات في مظاهرات بعد حكم محكمة. ده رد فعل رئيس الجمهورية حينها الرئيس المرحوم محمد مرسي الله يرحمه، وبيقول لك اهو بيطالب اهو اهو سنواجه اي تهديد لامن الوطن بقوه وحسم بالممتلكات، وبيحدد اهو مواطن او ممتلك بقوه وحسم اهو. شوف الاخوان لما كانوا في الرئاسه اهو لدوله القانون. ليه؟ عشان دوله القانون. وده كلام صح على فكره، ده كلام مش غلط، هو بس بيساء استخدامه دلوقتي من الاخوان. يقول لك ده، طب ما ده ممكن يبقى اسمه قمع، وبيشكر الداخليه اهو، بيشكر الداخليه. ساعتها ما كانوش عايزين يتاجروا بالدم، ساعتها ما كانوش عايزين يستغلوا الاحداث، لان مصلحتهم يشكروا الداخليه ويكملوا. كما احيي رجال القوات المسلحه طبعا، ليه؟ عشان طلب من الجيش الانتشار. يعني ناس نازله مظاهرات وهو طلب من الجيش الانتشار وطلب من الداخليه الانتشار، ومات ناس وشكر الداخليه وبيتكلم بكل وضوح، واخد صف اجهزه الدوله. وهو ده بقى اللي بيضايقني في الاخوان، التناقض. الكلام ده صح، بس ليه بقى الكلام ده ما بيفكروش بيه؟ وبيقول لك بيتابع الاجراءات القانونيه لتقديم المجرمين للعداله في اقرب وقت. اتابع ذلك ساعه بساعه. ايوه انا باكل كمثرى على فكره. واصدرت تعليماتي. ايوه الى رجال وزاره الداخليه. ايه بقى التعليمات يا باشا؟ اسمع التعليمات بكل وضوح. بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأرواحهم. أيوة. ومنشآت الدولة. أيوة. ممتلكات العامة والخاصة. يعني اللي بيرمي حجارة يا ريس، اللي بيرمي حجارة زي اللي شفناهم في الفيديوهات، نعمل فيهم إيه يا ريس؟ من يقطعون الطرق. أيوة، اللي بيقطع الطرق. من يقذفون على الآمنين الحجارة. من يقذفون على الآمنين الحجارة. العدوان على أمن وأمان هذا الوطن. من يحاولون العدوان على أمن وأمان هذا الوطن. لابد من التعامل معهم. أيوة. بكل حسم وقوة. بكل حسم وقوة. لا مجال لتردد في ذلك.